أثناء مسيرتك الموسيقية دي يعني دفعت كثيرين إلى الأمام، على سبيل المثال عمرو دياب الهضبة. الآن هو طبعا الهضبة، لكن هو لما كان صغير مين اكتشفه؟ هو اللي اكتشفني، يعني هو سعى إليا. إن كان عندنا حفلة في بورسعيد. أيوه. خلصنا الحفلة ورحت أنام. وأنا يا دوبك بلبس كده في البيجامة بتاع لقيت خبط، فتحت لقيته. خير؟ قال لي أنا عايزك تسمعني. غني يا سيدي. فغنى. قلت له اسمع، أنت ودنك كويسة. صوتك حلو. عقبك حلوة. شكلك كويس، وإحنا بقينا في عصر التلفزيون. بس انت عندك عيبين. العيب الاولاني انك بتنطق بورسعيدي. العيب الثاني ان انت في بورسعيد. فعليك انك انت تسيب بورسعيد وتم مثلا تيجي القاهره ويتغير اللهجه الى حد ما. حلو. سكت، والسكته طولت شويه. لدرجه انا كنت عايز اقول له ما تتفضل بقى ولا حاجه. قال لي طيب السلام عليكم، وراح ماشي. نمت انا بقى، قمت الصبح فاكر دي اخر مره اشوفه. نزلت لقيت الاتوبيس اللي هياخدنا القاهره والفرقه كله موجودين، ايمان يونس، تحسين يالمز، ممدوح قاسم، هاني الازهري، كلهم واقفين. وده واقف معاهم، بقول له ايه؟ قال لي مش انت قلت اجي القاهره؟ قلت له عندك حد تقعد عنده ولا بتاع مش عارف. قال لي انا جايب المنتج بتاعي كمان، تعالى. زاد كان واقف ورا الاتوبيس. جه معانا مصر بقى وابتدت الحكايه. فحضرتك تقولي هو اكتشفني ولا انا اكتشفته؟ بس في بقى تمارين، وازاي يتخلص من اللهجه البورسعيدي ويبقى قاهري اللهجه. واستطاع ان هو يحقق كل ده. في عندنا دلوقتي يعني في مصر مكتشفين للنجوم في مجال الغناء، في مجال التمثيل، يعني النجوم الصغار. هل هذه المساله موجوده؟ انا ما اظنش. بس كان جه وقت كان المنتج هو اللي بيكتشف. وانا لفيت على المنتجين بعمر، ولفيت على المخرجين هو يفتكر، وعملنا سهرات تلفزيونيه. لا، واستطاع طبعا الفنان عمرو دياب ان هو يعني يشق طريقه بهذا الشكل.